ايوه يا ريس، انا مع الاستاذ عدلي اهو. بيقول لك خلصت المقال؟ خلاص اهو، فاضل القفله بس 5 دقايق وحدهولك. وفي ايه يا ابني؟ طب يلا بسرعه انا مستنيك. المطبعه متعطله والجنان هيتاخر. الله، في ايه؟ يا اخي لا يمكن تعتمد على اي حد في اي حاجه في البلد دي، ما تخلص. انا زهقت بصراحه. انا مش قادر افهم يا ماجد بيه، انت ليه ما بتكتبش المقالات بتاعتك على الكمبيوتر ويبقى منك للمطبعه مباشره؟ لا 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 لا، الكمبيوتر والحاجات دي ليها استخدامات تانية. انا الكتابه عندي ليها طقوس تانية خالص. القلم على الورق احساس تاني، بيحصل التداعي وتلاقي الافكار نازله على دماغك كده زي الشلال. سيدي يا سيدي. لا، وقلم معين كمان، تصور بقى. يا سلام. ونوع معين من الورق. الله 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 الله. مع شويه مزيكا الفاجنر كده واسيب نفسي. كتابة دي يا شوقي بيه حدوته كبيره قوي. اللهم صل على النبي، تسلم ايدك يا استاذ عدلي. المقال اللي فات قلب الدنيا كلها. ده وزير الداخلية، وزير الداخلية نزل بنفسه وقابل الأستاذ ماجد على سلم الوزارة وما بقاش عارف يرضيه إزاي. قلت لنفسي صحيح، الاسم الطوبة والفعل الأمشير، ما هي دي الدنيا. لا، أنت شوقتني بقى إن أنا أقرأ المقال في مكتبك ودلوقتي. لا، المقال هتقراه في الجورنان بالليل إن شاء الله. لا لا لا، ما ينفعش، أنا لازم أخد المقالة وأطلع بيها على سيادة الوزير. صراحة كده هو زعلان جدا منكم لانكم دستوا على الداخليه الاسبوعين اللي فاتوا دول. ما خلاص بقى يا سياده اللواء، ما انا قابلت سياده الوزير وبقينا سمنا على العسل. في ايه؟ فكره انك تقرا المقال هنا دي صعب، هتقراه بالليل. وانا اؤكد لك انه هينبسط اول مره دي. هنصالحه خلاص يا سيدي، عايز ايه؟ طيب بالمره بقى كده، يعني في كلمتين سياده الوزير بيحبهم قوي، يا ريت تضيفهم في المقال بتاعك. كلمتين ايه؟ العين الساهره وحراس الوطن. الله، ده انت بتألف بقى يا شوقي بيه. ماشي يا سيدي. يا عم عبد الله، خلاص
طب اسمع، ادي الواد اللي عندك الجملتين دول خليه يضيفهم على المقال: العين الساهرة وحراس الوطن. حاضر يا ريس، هقول له يا ريس. استاذ عدلي. نعم. الريس بيقول لك بس ممكن نضيف كلمتين في المقال ده. كلمتين ايه؟ العين الساهرة وحراس الوطن. عين ساهرة ايه وحراس الوطن ايه؟ ما ينفعش في المقال ده اكتب كده. خليه يظبطهم بقى واخلص. يلا انا مستنيك. تحت امرك يا شوقي بيه. ربنا ما يحرمنا منك يا ماجد بيه. كلمتك يا معروف. يلا ماشي يا صديق. ايوه اجمد. يلا الله يكرمك. تمام كده يا عم صديق؟ الامور ده بأي خدمة تاني؟ كتر خيرك يا معروف. ربنا يعزك. اتكل انت على الله. الله يكرمك. انا كده استلمت المكتبة بالكامل. ربنا يعزك يا رب. استنى استنى استنى. خد يلا. ماشي يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مواقع البحث والترقيب عن كل ما هو عجيب وغريب. يا صديق انت جبت الكتب دي منين؟ ده بيت في الظاهر والورثه بيصفوه وبيبيعوا المكتبه اللي فيه. وانا اصلا كنت اعرف صاحب البيت الله يرحمه، كان غاوي كتب نادره. وبيني وبينك انا كانت عيني على المكتبه دي، قلت انا اولى بيها بدل عياله ما يسرحوا الكتب في الزباله. ايه تاخد لك لطائف الحيوان وسر لغه الغربان؟ غربان؟ غربان ايه؟ فين الغربان اللي في البيت؟ بقول لك ايه يا صديق؟ قول. انا عايز الكتب اللي في الورقه دي. الله، دي كتب احصى. انت مذاكر احصى اليومين دول يا عدل ولا ايه؟ لا ده مش ليا، ده المحيي قلب عليهم الدنيا وانا عايز اساعده. ماشي يا سيدي، من عناية يا عدل. فوت عليا بكره وهتلاقيهم موجودين ان شاء الله. ايوه مذكور. ايه في ايه؟ عايزني في ايه؟ ايه اللي حصل؟ السكة قطعت، لازم امشي دلوقتي حالا، لازم يفهم مصيبة. حكم مطكور ده ما يكلمنيش من تليفونه الا في الشديد الاول. السلام عليكم. ده ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مطكور ايه اللي حصل؟ انا اسف، أنا آسف جداً يا أستاذ عدلي إني أزعجتك وكلمتك. الحكومة جت خدت نص الحارة وقبضت على الست مراتك وأخوها ومرات أخوها. سبحان الله سبحان الله، جمهل ولا يهمل. أنا لسه قاري الصبح دعاء تفريج الكرب. تفتكر هيحجزوها؟ لا لا، هم هياخدوا منها كلمتين في الاسم ويمضوهم على تعهد ويرجعوهم تاني. دي في النهاية خناقة نسوان ما تسواش تعريفة. إنما اسكت يا مؤمن لما تشوف الخناقة. إيه ده؟ الست حياة هجمت على الست الزنات؟ تقولش مصارعة تيران من بتوع إسبانيا بقت المرة من دول ترجع لورا وتهجم بدماغها كده تلزق التانية في الحيط؟ أنيسة شافت المنظر، الدم جيري في عروقها ونزلت تكمل مع الست حياة. ومفيش رجالة تخش تخلص؟ اصبر، هو عربي يتوصى، نزل عربي زي الطور الهايج اللي خرج من الحبس بتاعه وفضل يلوش ويضرب يمين وشمال واتخانق مع كل شباب الحتة وكسر نص كراسي القهوة. فداك يا أستاذ عدلي، احنا أهل برضه. فده ليه؟ هو انا اللي كسرتهم؟ اسمع، انت تاخد مذكور ومدني وتطلع على الاسم، هم يشهدوا معاه، ولو عايز انا كمان اشهد انا مستعد.
الاستاذ عدلي علام. ايوه في ايه؟ اتفضل معانا، عاوزينك في القسم. خد بالك من الشنطه مدام. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا ناس عمرنا ما خالفنا القانون يا سياده الامين. صحيح يا، واذا كانت حياه واخوها عملوا حاجه غلط لازم ياخدوا جزاءهم، لازم. انا ممكن ارد على التليفون؟ ماجد بيه، انت بتكتب بمزاجك يا عدلي علام؟ ايه الهباب اللي انت بعتهولي ده؟ حد يكتب كده؟ ان الداخليه قاطره الفساد والظلم والوحشيه، حد يكتب كده؟ انت مجنون يا راجل، انت عايز تقفل الجرمان ولا ايه؟ انا ممكن احبسك بالمقال ده؟ يا ماجد بيه، ما احنا كتبنا مقالات قبل كده وكنا ماشيين في الاتجاه ده. ده انا كتبت حاجات اشد من كده وكانت بتعجبك. وعبد الله ما قالكش ان احنا لازم نهدي اللعب شويه؟ وحياه ربنا قلت له يا باشا. لا وايه، شغال طول المقال شتيمه وسفاله. انا لا اقبل ابدا ان الكلام ده يتنشر في الجرنان بتاعي يا استاذ عدلي، ولا اقبل ان اسمي يتحط عليه. لا وقفل قفله زي وشك. لا 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 لا, لا. بسيطه ماجد بيه، تتحل. انت خلي المقاله زي ما هي، وتكتب بقى قبل الجمله بتاعت الداخليه هي قاطره الفساد والوحشيه والظلم، تكتب يقولون ان، بس هي كلمه واحده، يقولون ان. ايوه، وفي اخر السطر بقى تكتب وهذا كذب وتضليل وافتراء، انه تضليل للراي العام، فهم العين الساهره وحراس الوطن. كويس كده؟ يا ابن اللذينه، حلوه حلوه بجد. يبقى كده احنا بنضرب وبنلاقي، ولا حدش يقدر يمسك علينا حاجه. الله الله عليك يا استاذ عدلي، يا عبقري يا فيلسوف عصرك واوانك. انما ايه الصوت اللي جنبك ده؟ انت بتتكلم منين؟ بالاسم. اصل العيون الساهره وحراس الوطن خدوا مراتي واخو مراتي ومرات اخو مراتي ورميانهم في الحجز. انا مش عارف هم واخديني ليه بصراحه. اسم بولاء ابو العيله. بلاء ابو العلي، بس يا ريت بسرعه وحياتك، لان هنا شغالين على ودن يعني. لا لا لا، ما تقلقش يا استاذ عدلي، انا هكلم لك وزير الداخليه شخصيا. بص يا ماجد بيه، لو ما اعترتش في وزير الداخليه او كان عنده اجتماع بالمره اتكلم وزير الصحه، انا عايز اخش المستشفى الفرنساوي. القلب النابض الوحيد في حياتي إلى أحلى ملك في الكون، عدلي علام. الولية رحت لها الاسم وخليته بيطلعها من الحجز هي وأخوها وكل اللي اتاخدوا معاه وضمنته. أول ما خرجت مش تقول لي متشكرين أو حتى تحبس لسانها في بقها وتخرس، لا، جبت الاراميت؟ احنا في ولا في ايه؟ هي للدرجه دي بتحب الاراميت يا عدلي؟ ولا بتحب ولا بتنايل، ولا حد هياكل الاراميت دي. انا عارف الاراميت دي راح لمين، بالسم العاري. 6 كيلو اراميت ب 180 جنيه. يا ساتر،
كيلو القراميط بقى ب 30 جنيه. ما هو ده اللي انا قلته للسماك، قال لي الدولار عالي. انا مش فاهم ايه علاقه القرموط بالدولار. انت عارف انهم كانوا عايزين ياخدوا المكتبه يحولوها محل سمك؟ اه كان زمانك اسمك دلوقتي يا عم الصديق بتاع القراميط. لا واللي مزعلني يا عدلي ان ولادي كانوا موافقين ومبسوطين قوي قوي ان اقفلها وشغلها اي حاجه. طب والله عندهم حق يا عم صديق، هي كتب دلوقتي بتاكل عيش. احنا بنقعد عندك بالساعات مفيش زبون واحد بيهوب ناحيه المكتبه. بقول لك ايه يا عدلي، امان عليك لو مت ولا جرالي حاجه اوعى تفرط في الكتب دي، خدها وخليها عندك، لان ولادي انا عارف عمرهم ما هيحافظوا عليها. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه. وبعدين انا يعني هحط الكتب دي فين؟ تشتريت الكتب اللي عندي في البيت حياه منكده عيشتي بسببك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عم صديق، دي الكتب اللي طلبتها. طب يا سيدي متشكرين، وخد ادي الحاج عاطف. يلا متشكرين. ابسط يا عم، الكتب اللي انت طلبتها المحي جات اهي. ربنا يخليك يا صديق. تمنهم كام دول؟ خلاص بقى الحساب يجمع يا سيدي، هو انا عندي زبون غيرك. بص اسمع، خد 500 جنيه لغايه ما نبقى نتحاسب. القراميط اصلها قطبت وسط النهار. ما هو انا عايز افهم يا عادل، لما حياه ما بتحبش القراميط، امال بتجيبها لمين؟ مولانا الشيخ صادق وصل. يا جماعة ابشروا الشيخ النهارده مزاجه رايق على الاخر. مش عايزين بقى نزعله ولا نضايقه بكلمه كده ولا كده، وزي ما اتفقنا بنظام وبالدور. ها رقم واحد يا عنايات مرزوق عبد السلام. ايه المطلوب يا ست عنايات؟ بنتي عدت ال 35 سنه ولسه عدلها ما جاش لحد دلوقتي. انت جايه منين يا عنايات؟ من الزقازيق. وفين بنتك؟ اهي اللي واقفه جنبي دي. طيب يا ست تعالي ادفعي الكشف 60 جنيه وخد الجهاز ده ام بي 3 فيه الرؤيه الشرعيه بصوت الشيخ صادق نفسه. والنبي ايوه تحطيه على ودن بنتك تخليها تقول وراه كل كلمه بكلمه. حاضر. تمام. انا بشوف كوابيس وبقوم اصرخ بالليل. انا كل ما اعمل حاجه تبوظ وتيجي على دماغي. الحال واقف مفيش رزق يا شيخنا. ساعتها ابقى قاعده كده احس بصوت في ودني كان حد بيكلمني. اطمنوا كل مرض له عند الشيخ حل ان شاء الله.
حاسب يا اخويا وسع للبت. خش يا بت يا انيسه حاسب يا اخويا البت شايله. وانت يا اختي جايه ليه انت صغيره؟ حاسبي يا عم ياسين. نعم. الشيخ جوه؟ استني بس يا ست حيات، اصل معاه ناس. ناس مين يا اخويا؟ القراميط هتبرد وهو اللي طالبها ببقه. ده انا عامله له شويه رز صياديه هياكل صوابع وراه. ايوه بس مولانا في الخلوه. ايوه يا اخويا، ما هي القراميط دي علشان الخلوه. قول له بس يلا. طيب ارد على التليفون ثانيه واحده. رد يا اخويا رد. الو. ايوه يا مولانا. ها حاضر حاضر، اتفضلي اتفضلي يا ست حياة. ما تخافش انا سايبالك منادى. ربنا يكبر بخاطرك. خش يا بت. سلام عليك. شيخ مين وبتاع مين؟ ده نصاب. الراجل ده اصله وارث الشغلانه دي من ابوه وجده، بس ابوه كان على قده، انا لحقته في الاخر. الراجل ده بقى كان ايه؟ يعني ياخد له بوس فراخ، كان بيضة، شوية رز معمر، إنما ده منشار. بس أنا سمعت إن الراجل ده واصل قوي، وفي ناس كتير بتبعت له بتعتمد عليه، وناس مهمين زي الفنانين، رجال الأعمال، لعيبة الكورة. ما دي الخيبة يا سامي. طيب الفقراء أهم بيروحوا للسكة دي عشان يعني أهي الشاية بيتعلقوا بيها. إنما الأغنياء عايزين إيه من الجعفري؟ أنا كمان عرفت إن النائب بتاع الدايرة بتاعتكم راح له قبل الانتخابات وظبط معاه. وإن مولانا هبش منه هبشة كبيرة أوي. ده راجل أهبل. يعني أنت مش مؤمن بالكلام ده عدلي؟ اسمع سامي، هما الجن والعفاريت دول سابوا الدنيا كلها وجم قعدوا هنا في مصر. لو كان قادر ينفع كان نفع نفسه. العفاريت بتوعه ما ظبطوهوش ليه؟ والله أنت عندك حق. بس هو الراجل ده يعني إحقاقا للحق عشان ما ظلموش عمل معجزة، يعني الحقيقة مش قادر أنكرها. معجزة؟ معجزة إيه؟ جوزني الوليه الزباله اللي مش عارف اخلص منها دي. يا راجل. اه والله، هي اصلها كانت عالس، راحت له عمل لها عمل، مفيش اسبوع كنت متجوزها. الله يخرب بيتها يا جعفر يا ابن الكلب، الله يخرب بيتها. اللهم ديمها علينا نعم واحفظها من الزوال يا رب. دايما تسلم ايديكي. ها طلباتك. عدلي عدلي مش طايقني يا اخويا، بيبقى نايم جنبي في السرير وحاسه بيه وحاسه بنفسه بس دماغه مش معايا يا اخويا. الراجل ده بيلعب بديله يا شيخ صادق. يلعب بديله؟ يلعب بديله ايه؟ الراجل ده يا دوب صالب نفسه كده يعني. يا اخويا ما في رجاله كتير بتتهبل على كبر. ما انت اللي مش مدياله ريقه حلوه يا ابله حياه. الراجل عنده حق يا شيخ. اخرس يا بنتي انيسه، انا غلطانه ان انا جبتك معايا اصلا. مش طايق يبص في وشي، مش طايق يكلمني، وساعات كتير بقى الاقيه واقف لوحده بيكلم نفسه زي المجانين. ست حيات، انت عاوزاني اجيب لك من الاخر؟ اخر الاخر يا شيخ صاحبي، امال انا جايه لك ليه؟ بصراحه ربنا بقى انت معمول لك عمل. يا لهوي. في ايه؟ قلبي يا اخويا كان حاسس. يا بنتي انيسه انا مش قايله لك كده قبل ما اجي يا بنتي، ولا ما قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا ابلتي. قالت يا سنا الشيخ قالت. مين اللي عامله له العمل؟ الولية زينات. صح صح. ايه وبتاع ايه؟ الله، هو من ناحيه معمول له عمل، معمول له عمل، بس انا ما اقدرش اقول لك مين اللي عمل العمل ده يا حسام. قد بتتاذي. الله، احنا جايين لعالك مش جايين نطربقها فوق دماغك. الراجل بيحب الكتب اكتر مني يا شيخ صادق. طول النهار طول النهار والليل ممقع عينه جوه كتاب، ما بيرضاش يبص لي، مش عارفه ليه. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب قد ارتكبته، استغفرك ربي وحبيبي واتوب اليك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. خد يا ست حياة الإزازة دي، هترش بيها قدام الشقة وقدام أوضة النوم كل يوم. خدي كمان أها دي بيضة، البيضة دي أنت هتاكلي نصها وهتديله هو كمان نصها. حاضر. فاهمة ولا لا؟ بس ده ما بيحبش البيض، أحطها له إزاي؟ معرفش بقى، اتصرفي أنت. هو بيحب الطعمية اللي بتشر زيت دي،
انا ادفسها له في العجينه واقليها له ويزلطها. بص ما اقول لك بقى. نعم. كل يوم هتمسح البيت ده ببذر رجله وعرق حلاوه. الشيخ ياسين هدوم لك وانت ماشي. حاضر حاضر كتر خيرك. طلبات تانية يا سيدنا الشيخ؟ حاجات بسيطة كده بس عشان انا خاطر يعني نفك العمل بتاعك ده، عمل اسود بعيد عنك. شوف اما اقول لك، احنا عاوزين جرك العسل وجرك العسل اسود صفقتين طحينه، ها، واربع ازايز مع جركنين كبار مقل عليهم حديه ياسين، زيت حبه البركه جركن، زيت الزيتون جركنين ونص، فاهمه؟ بقول لك ايه، ما تشغليش بالك، ادي الفلوس لياسين وهو هيتصرف، هجيبهم لك على سعر رخيص. كتر خيرك، ربنا يخليك لينا يا شيخ صادق. تسلمي يا ست الكل. ها وانت يا انيس، الواد عربي عامل معاك ايه؟ ده بقى لزقة بغيرة، لزقة بغيرة، قرادة. الواحد نفسه في شوية هوا. هوا يا شيخ صادق، هوا. ما تقلقيش، إن شاء الله وبدون مقاطعة عدلي هيبقى معاكي كده زي عربي بالظبط. لا، إيه ده يا أمك العدل؟ أنت بجد عظيم. ده في كتب من دول مش موجودين عند المؤلفين بتوعها. ده انا لفيت مصر عليهم يا بوحي. مفيش كتاب في مصر كلها عدل علام ما يعرفش يجيبه. معلش يا حورية، جينا لكم متاخر، اصل الكتب جت متاخر، فقلت بقى نبيتهم في حضن موحي هيفرح بيهم. قول ان انت كنت خايف تروح بيهم، اصل حياه تطيق العمى وما تطيقش الكتب. والله كانت طردتك بيهم، كانت نزلتك بنت في الشارع على الرصيف انت والكتب بتاعتك. ظريف انت، ظريف مش كده؟ انتوا جبتوا الصورة دي منين يا حورية؟ انت عارفة انك هتسأل السؤال ده يا عدلي. اصلا انا بحب اتفرج على الصور وافتكر الذكريات والايام الجميلة. ما تستغربش يا استاذ سامي، ما هو محي بقى العين اللي انا بشوف بيها. اما بيبقى رايق يجيب لي الالبومات القديمة، يحكي لي الصورة وانا احكي له حكايتها. الصورة دي يا عدلي كانت في القناطر ايام ما كنت مخطوبة لفؤاد. دلوقتي ما عادش غير انا وانت. فؤاد الله يرحمه، ربنا يجعل مسواه الجنة، وملك كمان الله يرحمه. بس انت شكلك في الصورة يا عدلي واقع من الضحك والانبساط. انا اعرفك من 20 سنة واكتر، عمري ما شفتك مبسوط كده. ياه، ده احنا اقل حاجة كانت بتسعدنا. كنا شلة جميلة قوي ومترابطة، كنا بنحب الدنيا. انت عارف ان عدلي كان بيكتب شعر تحفة، كان بيسمعنا اشعار جميلة جدا. عدلي، هي الاشعار دي لسه عندك؟ الله الله الله، وكمان بتكتب شعر من ورايا؟ ده في ناس طالبين مني اشعار يا اخي. مالك يا عدلي، انا كنت فاكره انك هتفرح لما تشوف الصوره دي، عشان كده خليت محي يكبرها. ما انا فرحان يا حوريه. اول مره اسمع كلمه فرحان منك بالشكل ده. ما هو ساعات الفرح بيلمس الحزن اللي جوه. يلا سامي، سيب بقى حوريه عشان تستريح، وموحي عنده جامعه بكره. يلا. لا والله يا انكل، احنا مبسوطين قوي بالزياره دي. تصبح على خير. عدلي، انت فاكر بكره يوافق ايه؟ فاكر يا حوريه، عيد ميلاد ملك. تبقى تقرا لها الفاتحه وانت ماشي. مش فاهم حاجه، هي القعده ليه قلبت دغم كده؟ امشي بيها شويه يا سامي، انا مبعوض وعايز اشم هوا. مش هي ملك دي اللي انت كنت بتحبها زمان؟ لا، ملك اللي انا بحبها لحد دلوقتي ما غابتش عني لحظه. هي سابتك واتجوزت مين يا عدل؟ زكى ابو العيون. مين؟ زكى ابو العيون الملياردير؟ ما هو ساعتها ما كانش قوي كده يعني. والله عندها حق، كان عندها بعد نظر برضه. أنا عايز أروح الطرب. اطلع على السيدة عيشة. الطرب إيه يا عدل؟ أنت اتجننت؟ الساعة 12 بالليل. عايز أروح أزور ملك. عايز أقول لها كل سنة وأنت طيبة. النهاردة ملك كملي 56 سنة. والله أنت اتلحست رسمي يا عدل. في حد يعمل عيد ميلاد في الطرب؟ أنا.
طلع يا عدلي بقى، طلع نمشي من هنا عدلي. زيارة المقابر بالليل مش كويس يا عدلي. بسم الله الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب. طلع يا عدلي بقى. هو في ايه يا ماما؟ ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. في ايه يا عم؟ انت ليه بتكلمني من قفايا؟ وشي قدامك اهو، بتكلمني من وشي يا اخي. انا غبي الرزق بتاع الطيور ده بيه، انتوا بقى ولا مؤاخذه بتعملوا هنا السعاده؟ جايين نحضر عيد ميلاد. اه قصدي جايين عشان نقرا الفاتحه للمرحوم. انتم مين؟ احنا اهو. استاذ عدلي ولا مؤاخذه يا بيه، العتب على النظر، صدقني والله ما شفتك يا استاذنا. في يا عدلي؟ هو انت تعرف الغفير كمان؟ الاستاذ عدلي ما بيعديش اسبوع غير لازم يجي يرجع المرحومه ويفرق رحمه ونور على روحها. اتفضلوا يا اساتذه، اتفضلوا اعمل لكم شاي. لا شيء، لا انا متشكرين، احنا خلاص عملنا الواجب، اتكل على الله. شاكين يا استاذ عدلي؟ يلا يلا يا عدلي. أنا مش داخلة دماغي حكاية المدافن بتاعة انفاس الليالي دي. ما قلت لك يا حياة كنت بزور أمي. حبك يعني تزور أمك في نص الليل؟ أنا عايز أنام، اعملي معروف عايز أنام. طب يا أخوي نام، أهو ده اللي أنا باخده منك. نام يا أخوي نام. يا نهارك أسود. مندي يا عدلي. ايه؟ مندي يا عدلي. دي امي. امك؟ ايوه امي حياة، امي. الله، هتغيري كمان من صورة امي الله يرحمها؟ وحاطط صورة امك في المحفظة ليه ومش حاطط صورتي انا؟ خلاص اتكلي انت على الله واعمليها، وابقى احط صورتي جنب صورة امي. بعد الشر عليا. كبسة على نفسك يا عدلي، عارفة عارفة انك نفسك تشوف فيا يوم. الفطار يا استاذنا. لا معلش افطر بيه انت، لما ليش نفس اكل اي حاجة. اعمل لي كوباية شاي. عريك كده يا استاذنا. بعدين حبقى اكل اي حاجة. حاضر يا أستاذي. ملك